يحارب رجال الدين في سبيل الاحتفاظ بالصبغة الدينية للزواج. لا بد من حضور الكنيسة لكي يصبح هذا الإجراء البشري وفيما بعد الجسدي والجسماني يصبح سرا مقدسا يعتمد على الرضا المتبادل الطوعي بين الطرفين. أنا أتذكر فتوى من دعا للزواج المدني هو مرتد عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وأن الزواج المدني هو في حكم زواج الزنا. هل الحب والسكن والعلاقة الزوجية هي من قبيل النشاط المدني أم الديني؟